وينضم معنا لمزيد من التفاصيل من محافظة الأنبار الدكتور عبد القادر محمد، المنسق العام لمنظمة أم القرى. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، هل حدثنا عن الحملة الأخيرة لمنظمة أم القرى وهيئة علماء المسلمين في قضاء أبو غريب؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لكم. الحقيقة هذه الحملة ضمن حملات متواصلة مستمرة لمنظمة أم القرى، وهذه أيضا جاءت بالتعاون هذه المرة مع قسم الإغاثي بهيئة علماء المسلمين، حيث تم تنظيم هذه الحملة إلى مخيم الشمس في قضاء أبو غريب، وتم تجهيز العوائل الموجودة في هذا المخيم البالغة 390 عائلة، وتجهيزهم بالسلات الغذائية وما يحتاجونه، وما استطعنا أن تقدمه المنظمة وقسم بالتعاون مع القسم الإغاثي للنازحين في هذا المخيم. وهذه ضمن الحملات وعلاقات التعاون أيضا للمنظمة والقسم الإغاثي المستمرة دائما لإغاثة النازحين وتقديم يد العون والمساعدة لهم في هذه الأزمة الإسرائيلية التي يمرون بها. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ساعدت نازحي العراق في الحصول على وثائقهم الثبوتية، إلى أي مدى تسهم هذه الخطوة في التقليل من معاناة النازحين العراقيين برأيكم؟ بالتأكيد هذه الوثائق الثبوتية يعني ستعيد إليهم بعض حقوقهم المسلوبة وتساعدهم على ممارسة حياتهم الطبيعية. بدون هذه الوثائق الرسمية قد يعني يواجهون العديد من المشاكل في حياتهم اليومية، مثل عدم إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة، ومثل مزايا الرعاية الاجتماعية لكثير من الأرامل، عوائل الأيتام والعاطلين عن العمل، وهذا يساعدهم كذلك على حرية الحركة والتنقل عبر نقاط التفتيش وتأمين عملهم وممارسة حقوقهم، لأنهم بدون هذه الوثائق في الحقيقة هم لا يملكون هويتهم القانونية التي تمنحهم حقوقهم كمواطنين في هذا البلد. وهي اعتقد انها في الخطوه في الاتجاه الصحيح وان كانت متاخره. انت قلت وان كانت متاخره، الا تعتبرون ان تاخر هذه الخطوه، خطوه منح البطاقات الثبوتيه للنازحين، لا سيما ان هنالك الكثير منهم يعيش في مخيمات النزوح لسنين طوال، الا تعتقدون انه يعني كان في غايه التاخر بطريقه ملفته للنظر؟ ما الذي كان يمنع مثل هذه الاجراءات؟ بالتاكيد يعني لم يكن هناك شيء يعني مانع حقيقي يعني يمنع الجهات المسؤوله الحكوميه وغيرها من هذا الموضوع، ولكن يعني للاسف يعني هذه مفارقه عجيبه الان فقط مع اقتراب موعد الانتخابات. بدأنا نسمع هذه الأصوات تتعالى من بعض السياسيين بضرورة إعادة النازحين، ويعني مع هذا العدد الكبير من النازحين 3 ملايين نازح لا يستطيعون العودة لمنازلهم، ويقيم أغلب هؤلاء في مخيمات معسكرات وفي منازل مستأجرة على نفقتهم الخاصة، هؤلاء يتركزون يعني في مناطق مثل الأقليم كردستان. من الواضح انه السبب التاخير يعني او الدوافع الحقيقيه يعني نستطيع ان نقول لهؤلاء السياسيين ليست دوافع انسانيه وانما هي دوافع سياسيه انتخابيه، والا ان كانوا يعني هل هذا يعني ان المفوضيه دكتور هل هذا يعني ان المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين والامم المتحده متواطئه مع حكومه بغداد في معاناه النازحين؟ يعني لم نقل هي متواطئه، فهي كانت يعني صمتت هذه الفتره الطويله، والان ايضا هناك اسباب سياسيه دفعت هذه المنظمات الى الان التحرك و التذكر ان هناك نازحون، ان هناك نازحين وهناك معاناه، وبدات يعني تفكر بقضيه اصدار تحكي الحكومه على اصدار هذه الوثائق الثبوتيه. يعني بالتاكيد الموضوع في يعني لا يخلو من نوع من التواطؤ او التقصير يعني من هذه المنظمات الاسلاميه والدوليه في هذا الاطار. المنسق العام لمنظمه ام القرى الدكتور عبد القادر محمد، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.